البحرين اليوم بلد مفقود فيه الأمن. المواطن فيه ذكرا كان أو أنثى غير آمن على نفسه وعرضه وماله، لا في شارع ولا في زقاق ولا في منزل في منزله ومأواه، لا في ليل ولا في نهار. ممن يفرض فيهم حماية البلد وتوفير الأمن للكبير والصغير من للذكر والأنثى من بناته وأبنائه. وما الذنب؟ الذنب أن ضج الناس من الظلم، أن استغاثوا من السياسة الجائرة، أن طالبوا بحقوقهم وأن طالبوا بكرامتهم.